هذه الأيام أيام التشريق لا يجوز صيامها. ولذا بعض الناس ممن اعتاد على صيام أيام البيض قد يصوم اليوم الثالث عشر، وهذا خطأ، قد يصوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. ولذلك كما عند البخاري في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي من المتمتعين والقارنين فإن له إن لم يصم قبل يوم عرفة فإن له أن يصوم أيام التشريق، كما قال عز وجل: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى بلادكم.